الأهلي ينعي مشجع الزمالك الذي وفاته المنية إثر حادث أليم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية وأعضاء وجماهير النادي الأهلي يتقدمون بخالص التعازي لأسرة مشجع نادي الزمالك أدهم مسعد الذي وفاته المنية بعد ظهر اليوم إثر حادث أليم. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ده كان تعزية مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين داخل النادي الأهلي في طبعا أدهم مسعد، ربنا يعني يرحمه ويقوم والده بكل سلامة يا رب خلال الفترة الجاية.